الجميع بلا شك في المنطقة العربية وكذلك على مستوى العالم يعلم المكانة الكبيرة التي يحتلها الجيش المصري على مدى سنوات. كذلك في مجال آخر وهو مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، كانت هناك محاولات كثيرة جدا من مصر أن ترتقي بهذا المجال وتخطو خطوات كبيرة في هذا المجال منذ أن بدأت في عملية التصنيع الدفاعي والعسكري في خمسينيات القرن الماضي. من داخل معرض الدفاع العالمي بالرياض معنا الآن المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، للحديث أكثر عن منتجات هيئة الإنتاج الحربي المصري ووزارة الإنتاج الحربي المصري وكذلك المصانع الكثيرة لدى الوزارة. مع الوزير، أهلا وسهلا بك معنا في عسكري تاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك سامة، وأنا سعيد بلقائي بك وسعيد بوجودي في المملكة العربية السعودية لحضور فعاليات والاشتراك في معرض الدفاع العالمي السعودي الأول. أهلا بك مع الوزير. مع الوزير، ما الذي تسعى إليه وزارة الإنتاج الحربي المصري من خلال معرضها هنا في معرض الدفاع العالمي الذي يقام في الرياض الآن؟ إحنا حريصين على المشاركة، ولما بقول إحنا أنا قصدي الإنتاج الحربي، الهيئة العربية للتصنيع، الشركة العربية العالمية للبصريات، جهاز الخدمات البحرية والصناعات والخدمات البحرية المصري. معالي الوزير، يعني في الجناح المصري الآن لدينا الكثير من المعروضات، ما هي المعروضات التي تعرضونها من خلال هذا الجناح، وكذلك ما هي الدول التي تستهدفها وزارة الإنتاج الحربي لتسويق منتجاتها إليها في المستقبل؟ إحنا وزارة الإنتاج الحربي لديها 16 مصنع عسكري صناعي. إحنا في المعرض بنعرض أنواع من الذخيرة والأسلحة اللي بننتجها في مصانعنا، ويمكن أحدث حاجة أنتجناها هو الرشاش المتعدد 762x51، وده عرضينه، ده منتج كامل مصري، تصميم وتصنيع كامل مصري. بننتج أنواع من الذخيرة المختلفة، يمكن أهمها اللي احنا مركزين عليها في هذا المعرض الذخيرة 155 ملي، ذخيرة المدفعية، ذخيرة المدفع الكوري اللي احنا مؤخرا الموقع مع كوريا الجنوبية بالضبط K9A1 إيجي. تمام. هذا السلاح، بمناسبة هذا السلاح مع الوزير، يعني هل هو سيتم بأيادي مصرية خلص؟ ستتم عملية التصنيع؟ نحن نعلم بأن عملية التصنيع ستتم في مصنع 200 الحربي، لكن عملية التصنيع بالكامل ستتم بأيادي مصرية خالصة؟ هو التصنيع هيتم في مصنعين، مصنع 100 وده مسؤول عن المدفع نفسه، ومصنع 200 مسؤول عن العربية المدرعة، إنتاج العربية المدرعة. حضرتك تعلم أن نقل أي تكنولوجيا ما بيجيش وان شوت، الأول بيبقى فيه ريدي ميد، المنتج ريدي ميد لحد ما يتم التدريب وتجهيز خطوط الإنتاج، وبعد كده بنبدأ في الإنتاج، وده هيتم في الكي 9 على 3 مراحل خلال 5 سنوات. في النهاية هنوصل لنسبة 60% منتج محلي مصري. يعني أفهم منه هناك جزء لتصنيع داخل مصر، وكذلك أن تكون مصر ضمن سلسلة إمداد، تصنيع وإمداد لدول أخرى. بالضبط يا فندم، وده اللي احنا متفقين عليه، وإحنا أنتجنا الذخيرة قبل ما ننتج السلاح، والذخيرة دي استخدمتها كوريا نفسها اللي احنا أنتجنا. تمام. بما أننا في الرياض معالي الوزير، كيف نقيم العلاقات العسكرية وكذلك في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية ما بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية؟ الحقيقة أنا كان في لقاء مع معالي المحافظ أحمد العهري، واتفقنا فعلا على خطوات على الأرض، مش خطوات نظرية، خطوات على الأرض، إزاي نتكامل، إزاي نشوف بعضنا. أنا مش ممكن هقدر أتعاون مع أي شقيق عربي من غير أعرف هو إيه إمكانياته، إيه منتجاته، إيه قدراته. ما شاء الله الدول العربية زادت من إمكانياتها وقدراتها، يعني وده فكر القادة العرب متبنيينه. معظم الدول العربية الشقيقة بدأت تعمق في التصنيع، الإمارات العربية، السعودية، إحنا مصر ودول أخرى. فاضل أو يبقى أن يبقى فيه تكامل وتعاون، مبقاش أنا بنتج نفس اللي حضرتك بتنتجه في السعودية. هو ده اللي تبحثنا فيه مع معالي المحافظ، وأتمنى إن شاء الله إنه يبقى يتنفذ على الأرض إن شاء الله.
بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا في عسكر إيطاليا المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربية المصري، شكرا جزيلا على وجودك معنا. أنا بشكرك، شكرا جزيلا.